عددنا رشيد بسم الله الرحمن الرحيم. معلمة مادة الكيمياء في مدرسة الصفوح النموذجية. حبيت أشارك في وثيقة الولاء لقائدنا وقائدنا الشيخ خليفة، واشاركت برسالة بسيطة اللي كتبت فيها: من أسعد شعب إلى أطيب قلب، حكمت فعدلت فأمنت فبنيت صرح الوطن، فأبهرت العالم وأسعدت شعبك. لبسك الله ثوب الصحة والعافية وحماك من كل شر. شكرا خليفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة مروة جواد من صف العاشر من مدرسة الصفوح النموذجية. حابة أقول شيء عن ولائي وطني. شكرا يا من جعلك الله كونا للمستضعفين وغيثا للمحتاجين وأمانا للخائفين. شكرا. خير خلف لخير سلف، أحب وطنه وأكرم شعبه، غاب الوطن والشعب الحب ونعم الأب والقائد. وشكرا. شكرا خليفة. احنا طالبات مدرسة الصفوح النموذجية، نحبك بابا خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالبة من مدرسة الصفوح النموذجية. حبيت أشارك في وثيقة ولائنا لخليفة، وقدمت كلمة هي رسالة تعبير من كل قلبي لولائنا لخليفة. كتبت فيها: يا شبل زايد يا ذخرنا يا أبونا الغالي، كفيت ووفيت وجعلتنا أسعد شعب، وأقولها بأعلى صوت: الله لا يحرمنا منك ويجعلك ذخر الوطن. شكرا خليفة على قدمت لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا يا سمو الشيخ على جهودك المباركة وعطائك الذي جعل من شعبك أسعد شعوب العالم. أنا مصرية وأقيم في الإمارات من 25 سنة. أحب الإمارات وأحب شعب الإمارات وأحب حكام الإمارات. تمنياتي القلبية لك بالصحة والعافية والسعادة، وتتقدم معك وتزدهر دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتك الرشيدة. أنا الطالبة فاطمة أحمد الحمادي من مدرسة الصفوح النموذجية. أقدم رسالتي إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد.
نحن نحبك وشكرا على تقديمك الرعاية لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة حمدية علي محمد شريف من الصف 11 علمي 1 مدرسة الصفوح النموذجية. أود أن أقدم أرقى معاني الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. لا نعلم كيف نشكرك، فأنت الذي بعد فضل الله سبحانه وتعالى أعطيتنا الخير الوفير، نحن ممتنون لك. بفضلك ثم بفضل الله أنت الذي جدت علينا بخيرك. نعم، فأنت القائد العظيم، ابن العظيم الشامخ. شكرا شكرا، ولا نعرف أرقى من كلمة الشكر معناه.